موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الكيبينة الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بتخفيض 35% من كمية الكهرباء التي تقوم إسرائيل بتزويد قطاع غزة بها في الاجتماع الذي عقده المجلس أمس. توغلت عدة آليات عسكرية في أراضي المواطنين شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار، وأفادت مصادر محلية أن الجرافات وضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير حسام عمر من بلدة الجاروشية بمدينة طول كرم في عزل مجده بأوضاع قاسية وصعبة. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الوزير الأسبق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وصفي قبها بعد اقتحام منزله بمدينة جنين. عثرت شرطة غزة على مواطن مقتول بالرصاص أسفل جسر وادي غزة، وقالت الشرطة إنها عثرت على المواطن مقتولا بطلق ناري في الرأس ومسدس موجود بين قدميه. نختم الموجز مع حالة الطقس، حيث من المتوقع أن يكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. ولمزيد من المعلومات والتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء.